السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حاجة جديدة برضو وصلت لنا النهاردة، برضو كريستال تشيكي بوهيمي بيور. كريستال تشيكي بوهيمي بيور، اللي بيدور على الحاجة الكريستال التشيكي البوهيمي البيور، الشغل ده احنا بنعرضه لكم بأسعار مش هتتكرر تاني. الشغل اللي هيجي لنا بعد ده هيبقى مضاعف في السعر. اللي بتشاور بناتها، اللي عايزه شغل بيور، اللي عايزه شغل نظيف، تتابع معانا اللايف ضروري. تمام، بسم الله توكلنا على الله. يعني بجد هتبقى فرص ان انت تلحقوا الحاجات دي قبل ما تاخدي الحاجه الطاق 2 في السعر في الايام الجايه. ربنا يعديها علينا على خير. ده طقم شربات كريستال بيور. احنا النهارده شغالين معاك اهو شغل بلاتين، عشان في ناس كتير جدا قالت لنا احنا عايزين شغل البلاتين. بسم الله توكلنا على الله. ده موديل تاني غير اللي صورته لكم اول مره. ده الحفر بالورده البارزه، ده الحفر بالورده البارزه. استفيدي 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 قبل ما الحاجه تيجي مضاعفه بالسعر. بجد فرصه ان انت تاخدي الحاجه قبل ما تزيد في السعر. دي طقم شربات عباره عن القاروره، هحط لكم برده على الرف عشان تشوفوها، بس انا قلت برده اصورها لكم، هي لسه في الكرتونه. تمام، حاجه لسه بتغلفها. بسم الله ما شاء الله، شغل كريستال تشيكي بوهيمي ومختوم يا جماعه، شغل كله مختوم. حفر هاند، يعني حفر يدوي. الحفر اليدوي انضف انواع الحفر واغلى انواع الشغل. تمام، مع البلاتين مع الورده البارزه، يعني شغل من الاخر. خد كده يا حاج كده، حط لنا القاروره ده على الرف عشان تظهر معانا. حتى الغطا برضو بتاع القاروره بيبان على فكره الكريستال من الغطا، يعني الغطا بتاع القاروره بيبين القاروره ان كانت كريستال بيور ولا لا. درجه البريق بتاع الكريستال بيبقى ظاهر جدا. بسم الله، شايفين البريق اللي في البلوره اللي فوق دي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني حتى غطاء القاروره نسبه الكريستال البيور باينه جدا فيها. ده غطاء القاروره. تمام، نشوف برضو كاس القاروره اعلى من الرف. القاروره اعلى كمان من الرف. ماشي، ده شكل القاروره. طب حطها لنا ان شاء الله على ظبط كده المكتب، او امسكها كده يا حاج. شوف القاروره كبيره لدرجه انها عاليه كمان عن الرف. دي شكل القارورة هنا، هي نحط عليها الغطاء. الغطاء بسم الله ما شاء الله. هنا كمية بلاتين حلوة جدا، واخدة هنا تحزيز بالبلاتين برضو. شايفين بقى البلاتين برضو كده اهو، مع وردة بارزة، مع شغل الحفر الهند اليدوي. هنا برضو اخدة بلاتين. شايفين برضو الكعب بتاعها. طب هنا اهو الاستيكرات بتاعه كريستال بوهيمي، وكمان عشان بيور مختوم عندنا هنا اهو بوهيمي. يعني ده طبعا القاعده بتاعه القاروره اهي، شوفها بقى كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده وهم وهم يا جماعه. شايفين الجمال؟ فينكم يا عشاق البلاتين؟ جبنا لكم البلاتين اهو، مالكمش حج. شغل الدهب موجود، شغل البلاتين موجود، ونازل باسعار مش هتتعوض. امسك كده يا حاج. تمام، ممكن تظبط لي الحته هناك كده. نشوف كده بقى كاس. طبعا الطقم بيكون معانا فيه 6 كاس والقاروره والغطا. طقم الشربات بيكون معانا 6 كاس والقاروره والغطا. حاجه يعني بطلعها لكم من تغليفها اهي، يا ترى هتكون من نصيب مين؟ الله اعلم. العروض عندنا بتكون لمده 48 ساعه. انا عرضت من شويه الطقم ال 32، الكميه اللي موجوده ما كانتش تتعدى 7-8 تطقم بفضل الله، كلها اتحجزت، ما عادش عندي ولا طقم. اي حد عايز بقى بيكلمنا على الواتس وبنعمل حسابه فيه عشان في الطلبيه الجايه. تمام، ده طقم الشربات القاروره. طقم الشربات القاروره، بسم الله ما شاء الله. كريستال تقيل، كريستال اصلي بيور، كريستال اصلي بيور. شايفين جمال الكاس؟ بسم الله ما شاء الله. كاس حفر هند يدوي، بيكون عدده في الطقم 6 كاس. دي الايد بتاعه الكاسه اهي، شايفين البلاتين؟ وكل كاس مختوم، كل كاس معانا في الطقم هنلاقيه مختوم محطوط على الاستيكر بتاعه. يعني حاجه شغل كله بيور. ده الاستيكر. تمام، شوف الختم فين.
يعني كده الختم قدامنا اهون بوهيمي، الشغل كله كريستال بيور، الشغل كله كريستال بيور. الطقم قلنا عبارة عن 6 كاس بالجمال اللي احنا شايفينه ده، 6 كاس بالجمال اللي احنا شايفينه ده. هوريه لكم بقى كده، ايه حطه على المكتب، بسم الله ما شاء الله، ونشوف. لان الرف طلع الكارورة عالية عن الرف عندنا، فاحنا حطيناه لكم هنا هون. شوف بقى كده جماله. الطقم بيكون 7 قطع، الطقم بيكون معانا 7 قطع، عبارة عن كارورة بالغطا، كارورة بالغطا. قدامنا الجمال والروعة بتاع الكريستال الشيكي البيور الهند، حفر هند، شغل مختوم، شغل مختوم. الطقم ده معانا 7 قطع. طب احنا منزلينه بكام؟ الطقم ده معروف ان سعره حوالي كان بكام يا حاج؟ ب4.5. كان ب4.5، احنا منزلينه معانا ب2500 جنيه. الطقم الكريستال ده احنا منزلينه ب2500 جنيه، وقلنا احنا عندنا اطقم الكارورات والشربات بتبدا من 400 جنيه، وكل الاسعار موجوده. احنا دلوقتي بنسعر في شغل البيور الكريستال علشان كل عروسه تلحق المنتج قبل ما يخلص وتاخده باضعاف السعر. احنا في توقيت الاسعار فيها مضاعفه يا جماعه. الطقم ده ب 2500 جنيه عباره عن 7 قطع. طب احنا بنحب ننسق الشغل كله مع بعضه، جبنا لكم برده هنا معانا طقم استكانه لو انت عايزه برده ان احنا نظبط الدنيا في التنسيق داخل دولاب الفضيات او داخل النيشه. ايه رايكم بقى؟ جبت لكم كمان طقم استكانه للقهوه بالبلاتين، طقم استكانه للقهوه بالبلاتين. الطقم ده بيكون 12 قطعه عباره عن 6 استكانه. شايفين الجمال؟ حفر هند، حفر يدوي، شغل اصلي 100%، تمام. وبيكون معاه 6 طبق للاستكانه، والشغل كله كريستال مختوم. الشغل كله عندنا مختوم اهو بوهيمي، تمام. وكمان الاستيكرات بتاعت ان هو بوهيمي. الطبق كله برضو شغل حفر بالبلاتين. نحطه كده مع بعضه ونشوف بقى تناسقهم، تناسق الشغل جنب بعض. شوف ده طقم الاستكانه، قلنا بيكون 12 قطعه عباره عن 6 استكانه و6 طبق للاستكانه، 6 استكانه و6 طبق للاستكانه. وكمان معانا طقم الشربات نفس التنسيق، والشغل كله متناسق مع بعضه، الشغل كله في تناسق جامد مع بعضه. طيب الاسعار كام؟ طقم الاستكانه ده انت لو في اي مكان ودخلت سالت عليه هيقول لك بمبلغ وقدره، هيقول لك بمبلغ وقدره. احنا منزلينه معانا ب 1250 جنيه، طقم الاستكانه ده نازل معانا ب 1250 جنيه، عباره عن 6 استكانه و6 طبق للاستكانه، يعني فرصه تلحقي كمان الشغل الحفر. وبالبلاتين نادر جدا 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 ان بينزل. لو احنا حبينا برضو نجيب الاقرب شيء ليه بالنسبه لطقم الكوبايات، عندنا الرسمه دي، بحيث لو انت حابه تجيب الكوبايات، تمام. عندنا الكوبايات، الرسمه دي، الكوبايات دي بتكون 12 قطعه، الكوبايات بتكون 12 قطعه بلاتين بالورده البارزه، 12 قطعه بلاتين بالورده البارزه. ال 12 قطعه عباره عن 6 المقاس اللي انا ماسكه ده، وبرده هنا كريستال تشيكي على فكره يا جماعه، وبيور كريستال تشيكي وبيور، تمام. وبرده مختوم معانا، شوف الختم فين اهو، بوهيمي، تمام. ومعانا السته التانيين بالمقاس ده اهو، مالي كف الايد، يعني كوبايه مش صغيره لكن مقاس اصغر من الشغل، تمام، ماليه الايد اهي. وكل قطعه فيه مختومه، كل قطعه في الطقم مختومه. طب الطقم ده قلنا 12 قطعه، طب نازل معاكي بكام يا ام كريم؟ الطقم ده يعتبر ببلاش، نازل معايا ب 1800 جنيه. الطقم ده نازل معانا ب 1800 جنيه، طب اصله كان كام؟ الطقم ده كان اصله 3500. الطقم ده كان اصله 3500، لما ننزل طقم كريستال تشيكي بوهيمي 12 قطعه ب 1800 جنيه يبقى بلاش، لان السته لوحدهم من دول لو انت جيتي تشتريه هتشتريهم ب 1800 جنيه، الست قطع بس، لانه مليان شغل بلاتين، يعني الشغل فيه كتير بلاتين، زائد كمان ان شغل الحفر اللي فيه كله حفر يدوي، يعني مكلف جدا. فاحنا عملنا العرض على الطقم ال 12 مع بعضهم دول بسعر طقم واحد، يعني ال 12 قطعه دول بسعر طقم واحد اللي هو 1800 جنيه. يبقى احنا قلنا كده معانا طقم الكوبايات ب 1800 جنيه في العرض الحقيقي بجد، معانا طقم الاستكانه ب 1250 جنيه، وكل الشغل اللي معانا قلنا مختوم
ومعانا طقم الشربات القارورة ده منزلينه برضو معانا في العرض ب2500 جنيه. ولو حبيتي اي حاجة من دي بتبعتيلي على رقم الواتساب، تبعتي طلباتك على رقم الواتساب. احنا بنوصل للقاهرة والجيزة والمحلة والدقهلية المنصورة ودمياط، تمام؟ ممكن تيجي حضرتك تستلمي وتنورينا داخل معرض كريم للأدوات المنزلية، عنواننا دمياط باب الحرس مستشفى الجلدية صيدلية الجمهورية بجوار قصر الفرج وكرات للأساس. رقم الواتس والاتصال، رقم الواتس الخاص بينا 010 19 84 2696، يبقى رقم الواتس للطلبات 010 19 84 2696. وما تنسيش لو المقطع عجبك ما تنسيش تدعمينا بلايك وتعليق، يشجعنا ان احنا نصور اكتر واكتر، ودعوة حلوة منكم، وربنا يا رب ايه يفرح بناتنا كلها ونجيب لهم احلى حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.